هل يجوز اقتراض مبلغ من المال بالريال ورده بما يساويه من الدولار؟ هذا يا أخي له أحوال. نعم. الحال الجائزة أن يقترض الريال، ثم إذا أراد أن يرده يصطلحان على الصرف في يوم. مثلا اقترض اليوم هذا وبعد سنة أو سنتين أو أشهر جاء وقال عطني حقي، قال ما عندي إلا دولار. قال كم يسوى اليوم؟ يعطيه بصرف اليوم. هذا جائز، ما في إشكال. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يشرط عليه عندما أعطاه أنه يرجع له بصرف آخر فيه ربح، هذا ما يجوز، لأن الصرف لابد أن يكون يدا بيد بيد. صح. الشيء الثالث أن إذا أراد أن يسدده يقول لا أعطني بالصرف السابق، ما يكون بسعر يوم، هذا أيضا ما يجوز. فالذي يجوز هو أن يأخذ منه الريالات، فإذا أراد السداد يصرفها دولارات بسعر يومها. وقد ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نشتري الإبل بالبقيع بالدنانير ونأخذ قيمتها بعد ذلك بالدراهم، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومها، يعني يصرف ما في الذمة اللي هي الدين بسعر يوم الصرف. نعم.